الحصاد الأسبوعي، أهلا بكم. في المستهل أصدر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بيانا هاما بشأن قضية تشهير بالإمام عمر بن زاوي واتهامه بسرقة مبلغ مالي. وجاء في بيان مجلس الأئمة أن التشهير بالأئمة ونشر الاتهامات المكالبة ضدهم والحكم عليها هو ضرب لرمزية الإمامة في المجتمع وتكسير لمقام القدوات، مما يؤدي إلى تدمير القيم وتمزيق النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية. هذا وسلط البيان على جهود الأئمة في بناء مجتمعات متماسكة الأركان وراسخة في استقرارها وأمنها، لافتا إلى وجود جهات مختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، وداعيا وزارة الاتصال للتدخل من أجل منع التشهير بالأئمة عبر وسائل الإعلام. هذا وقد أثارت القضية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلت محبي الشيخ وممن يعرفون الإمام جيدا خصاله الحميدة وأعماله الخيرة بالقول إنه من وقف على بناء صرح برج القرآن وتنظيم الدراسة فيه بكيفية احترافية ولائقة ومنظمة ورائدة، وهو كذلك من وقف على مشاريع خيرية جمة أهمها شراء سيارة إسعاف متطورة بأموال المحسنين، وكان ولا يزال قبلة لكل طالب إعانة أو فقير أو محتاج. وفي ذات السياق، أعرب الرجل المتهم للإمام عن ندمه واستعداده للاعتذار بعد الحادثة التي قلبت الشبكات، وقال بأنه في كرب شديد ويفكر في الانتحار لأنه كذب وأغلقت جميع الأبواب في وجهه. اسمح لي، الله يسمعك، وصلنا بهذه الأمانة، أقول له هذا الإنسان راح يتبيش تداعي، خليه يدريه قدام الناس وخليه يمسح الموس في روحه، فهمتني؟ شوف لي الناس حق صفحات هذو يتصلوا فيه يديروا منشورات، يا شيخ قابلنا هذا السيد راه مندم على شي هذا وراه عجوز تداعي معي. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها أن يوم الجمعة 7 جوان 2024 هو غرة ذي الحجة 1445، وعليه فإن يوم عرفة 9 من ذي الحجة 1445 سيوافق يوم السبت 15 جوان 2024، وعيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة 1445 هجري سيوافق يوم الأحد 16 جوان 2024. وكانت المحكمة العليا في السعودية قد أعلنت في بيان لها أن غدا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، بينما يوم عرفة سيكون يوم السبت الموافق للخامس عشر جوان 2024، ليكون أول أيام عيد الأضحى هو يوم الأحد 16 جوان 2024. أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد أن ظاهرة الغش تراجعت في الآونة الأخيرة بفضل الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة. وأضاف وزير التربية على هامش إعطائه إشارة انطلاق امتحانات شهادة تعليم المتوسط من ولاية الطرف أن ظاهرة الغش لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها، مشيرا إلى أن الأرقام في تنازل كبير والظاهرة تراجعت كثيرا جراء الإجراءات التي أقرتها الدولة والقانون الصارم الذي صدر في 2020، مؤكدا أن الغش آيل للزوال في قاموس التربية. كشف زيان علي المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء أن أسعار الكباش محددة وستتراوح بين 59 إلى 90 ألف دينار جزائري. هذا وأكد المتحدث في تصريح خاص به وكالة الأنباء الجزائرية أن عملية عقول بيع كباش عيد الأضحى ستنطلق على مستوى مستودعات الشركة الجزائرية للحوم الحمراء الكائنة ببئر توتة
العاصمة ابتداء من يوم السبت 8 جوان، وستدوم إلى غاية عشية عيد الأضحى، وبأسعار محددة حسب الحجم تتراوح بين 59 و79 ألف دينار جزائرية. هذا وقد أكد خبراء الاقتصاد أن هذه المبادرة التي أقرتها الشركة الجزائرية للحوم الحمراء تمكن من اقتناء أقول أضحية العيد، خاصة لذوي الدخل الضعيف. في الحقيقة عدد سكان الجزائر تقريبا 42 مليون نسمة، وإذا فنحن نتحدث هنا تقريبا 7 ملايين أسرة. فإذا فرضنا أن كل الجزائريين يقوموا بالتضحية، فنحن نتحدث هنا عن توفير 7 ملايين أضحية، وهذا العدد طبعا لا يمكن توفيره. ولكن على كل حال، وفي السنوات السابقة كان الجزائريين يضحون تقريبا من 3.5 إلى 4 ملايين أضحية، والإنتاج الوطني كان يكفي لذلك. لكن نظرا لهذه السنوات الأخيرة، ونظرا لتضرر هذه الشعبة، معناتها شعبة تربية الأنعام في الجزائر تضررت كثيرا، وهناك عدد كبير من السكان الجزائري الذين كانوا يقومون بهذا النشاط، لكنهم الآن ابتعدوا عن هذا النشاط. ونظرا لابتعادهم عن هذا النشاط، فنوعا ما هناك نقص في الإنتاج، وبما أنه هناك نقص في الإنتاج فلا توجد أضاحي، وبما أنه لا توجد أضاحي كثيرة هنا، معناتها هناك طلب كبير تقريبا يعني في حدود 4 إلى 5 ملايين أضحية، والموجود يكون عدد قليل جدا، والسوق غير منظم. وهذه المبادرة الجيدة من الشركة الوطنية أو الشركة الجزائرية للحوم الحمراء لتوفير أضاحي تكون مفيدة للعائلات التي لا تستطيع أن تقتني أضاحي في حدود 110 ألف دينار جزائري، يعني تقريبا 11 مليون سنتيم. فهذه الشركة توفر أعتقد في حدود 6 مليون سنتيم، يعني 60 ألف دينار جزائري. وبهذا الشأن أكد زياني أن التموين بالماشية سيكون يوميا حسب الطلب، مشيرا إلى أن التحضير للعملية تم منذ شهور، وأن الشركة كسبت خبرة تمكنها من مواجهة أي طارئ. حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية تتراوح بين 40 و44 درجة، وقد تصل إلى 46 درجة تحت الظل طيلة اليوم الجمعة، وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، عين الدفلة، تيبازا البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وسو. هذا وقد أكدت نشرية خاصة للأرصاد الجوية تحذر من تسجيل درجات قياسية تتراوح بين 40 و43 درجة خلال يومي الجمعة والسبت، ويتعلق الأمر بكل من بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف. كما حذرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من موجة حر بتسجيل درجات قياسية تصل إلى 46 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الجمعة، وتتعلق الولايات المعنية بكل من سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وغليزان. إلى الأخبار المحلية، حيث نظم نادي قصر الداي بجامعة الجزائر 2 حفلا لتكريم الفائزين في مسابقة الريان الرمضانية التي أطلقتها ضمن مشروع رتل وارتقي لحفظ القرآن الكريم.
تم تكريم الفائزين بالمرتبة الأولى كل من الطالبة منال والطالب بريان دحماني بحفظ مقداره 10 أحزاب خلال شهر رمضان، والمرتبة الثانية عادت للطالبة أمينة فافعة بحفظ مقداره 6 أحزاب، والمرتبة الرابعة للطالبة وئام بكوش بحفظ مقداره 4 أحزاب. نظمت إدارة المدرسة الابتدائية بوشيخ قويدر بعين تموشنت حفلا متميزا لتكريم التلاميذ النجباء. الحفل جاء أيضا لاختتام السنة الدراسية. عماد الدين بالعرج. نظمت إدارة المدرسة الابتدائية بوشيخ قويدر بعين تموشنت حفلا ختاميا مميزا لنهاية السنة الدراسية 2023-2024. بمعدلات تفوق 9/10. أيضا ننادي على البرعمة. التأت ابتدائية بوشيخ قويدر بتكريم التلاميذ الناجحين الثلاثة الأوائل من كل قسم، وأيضا تكريم تلاميذ السنة الخامسة قسمين لأنها أول دفعة تخرجت من هذه المدرسة، يعني منذ افتتاحها الدفعة التي درست 5 سنوات بالابتدائية عملت واجتهدت، والآن تنتظرها مرحلة جديدة في التعليم المتوسط. إن شاء الله كل التوفيق والنجاح. الفريق التربوي والإداري نشكر كل من الأولياء وكل التلاميذ على اجتهادهم، وإن شاء الله المزيد من التقدم والنجاحات إن شاء الله. تخلل الحفل عدة نشاطات وتكريمات للتلاميذ النجباء. وأنا الآن بنفسي أكرم معلمتي. أنت هديتي الجميلة، أنت هديتي الرائعة، دائما تفوقك هو نجاحي ونجاحك إن شاء الله يا رب. اليوم إننا سعداء لأن هذا اليوم نتخرج فيه ونذهب إلى أقسام أخرى، واليوم يقدمون لنا شهادات مختلفة ومتنوعة، فنشكر المعلم والوالدين الذين يقفون معنا في السراء والضراء، فهذا النجاح بفضلهم، فشكرا يا معلمتنا ويا مديرتنا ويا الطاقم التربوي. شكرا الطفولة دائما تحتاج إلى الرعاية والاحتواء من أجل بناء مجتمع متماسك قوامه شباب المستقبل. نبقى في ولاية عين تموشنت، حيث نظمت مديرية الثقافة والفنون بالولاية حفلا ختاميا لمهرجان القراءة في احتفال. الحفل جاء أقول تحت شعار القراءة متعة لا تنتهي. عماد الدين بالعرج. نظمت مديرية الثقافة والفنون بعين تموشنت حفلا ختاميا لمهرجان القراءة في احتفال تحت شعار القراءة متعة لا تنتهي. أحبكم في هذه الأمسية المباركة، هذا الختام والجمهور الوفي اللي راح حاضر معنا، أعطوني تحية كبيرة للأمن الوطني. نستضيفكم هنا في فعاليات المهرجان الثقافي المحلي القراءة في احتفال في طبعته 11 لولاية عين تموشنت، فهو برعاية كريمة من طرف السيدة وزيرة الثقافة والفنون والسيد والي ولاية عين تموشنت وبإشراف مديرية الثقافة والفنون لولاية عين تموشنت. هو مهرجان ثقافي في زي احتفالي اعتادت عليه ساكنة عين تموشنت كل سنة من خلال برنامج تري يمتد من الفاتح جوان إلى غاية السادس جوان 2024، فكان العديد من معارض الكتاب، فخصص هذه السنة
خاصة للكتاب العلمي، وأيضا كان لدينا كتاب البرايل لإشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا الاحتفال بعيد الطفولة، وأيضا العديد العديد من المعارض للكتاب، معرض تبادل الكتب للعائلات. شارك أيضا العديد من القطاعات، قطاعات عين تيموشنت على غرار المدارس والأكاديميات المهتمة بالقراءة والمطالعة والفعل الثقافي. اختار لإحياء شهر الطفولة نظم قطاع الثقافة مهرجان وطني ثقافي قراءة في احتفال. هذا المهرجان الذي يعد لبنة أساسية لتفعيل وتنشيط المحيط الطفولي، وكذلك إدفاء البهجة والفرحة لعموم أطفالنا. المهرجان ضم عديد النشاطات كما زار عديد البلديات. عديد النشاطات تضمنت أساسا مسابقات فكرية، مسابقات تربوية، عروض أفلام، عروض مسرحية، عروض ترفيهية، كذلك عدة معارض لإنتاج الطفولي بالمكتبة الرئيسية وبدار الثقافة، وكذلك في القوافل التي زارت 12 البلدية على مستوى ولاية عين تيموشنت. لتظل مثل هذه المبادرات متنفسا للأطفال لإبراز الإبداعات وتفجير الطاقات. في إطار أحياء اليوم العالمي للبيئة وتحت شعار التركيز على إصلاح الأراضي والتصحر ومقاومة الجفاف، نظمت صبيحة يوم الأربعاء مديرية البيئة لولاية البيض برنامجا متنوعا ببلدية الكاف الأحمر بالتنسيق مع مختلف الهيئات والشركاء الفاعلين في المجال. تخلل البرنامج عملية تنظيف وتشجير، بالإضافة إلى تنظيم معرض وندوة حول الموضوع. التفاصيل في ميكروفون سعيد عثماني. يعبر مفهوم التصحر عن عملية التي تؤدي إلى تقليل إنتاجية البيولوجية للأراضي الجافة. شعار استصلاح الأراضي الزراعية، مقاومة والتكيف مع الجفاف. يوم العالمي للبيئة نظمت المديرية هذه الحملة على النظافة مع حملة غرس الأشجار. راح تكون هناك عرض لنشاطات المديرية، أيضا ندوات راح تكون تعرض من طرف إطارات المديرية وأيضا من إطارات البلدية. دونك خيرنا الكاف الأحمر لأنها تعاني من زحف الرمال كبعض البلديات اللي تابعين لولاية البيض. البيئة هي قضية الجميع، ليست قضية إدارة أو شخص، أو هي قضية الجميع. لقنا جميع نحافظوا عليها، ونحافظوا عليها كيف؟ بسلوكيات بسيطة، هي الحفاظ على توسكي نبات، غرس الأشجار، عدم رمي النفايات أن بو باغتو، في أي مكان نرموها في المكان تاعها الصحيح، وفي أوقات نحترم الاوقات تاعها، باسكو هذا المحيط ماهوش تاع شخص ولا تاعنا الجميع، ولازمنا نعيشوا في بيئه نظيفه. تتشرف بلديه الكاف الاحمر باستضافه اليوم الوطني للبيئه المنظم من طرف المديريه الولائيه للبيئه، هذا شرف لنا. كما ان بلديه الكاف الاحمر يعني المديريه سطرت هذا الاحتفاليه انها تحظى بها بلديه الكاف الاحمر لانها تصحرت 100%. أوجه نداء إلى كامل ساكنة بلدية كاف الأحمر أن البيئة هي الوسط الذي نعيش فيه، فعلينا بتكاثف الجهود كل على مكانه وكل حول منزله بغرس الأشجار وسقيها وتنظيف المحيط. وحب الأوطان يتجسد في ماذا؟ في الحفاظ على هذا الوطن. شرفت اليوم جمعية بصمة شباب بالحضور والمساهمة في مشروع اليوم العالمي 5 جوان للبيئة، وكان فيها حملة تشجير وحملة تنظيف للمحيط وأيضا حملة توعية. فنشكر كل السادة الحضور
ونشكر التغطية الإعلامية من قبل قناة الأنيس. كما نذكر الشعب بأنه يحافظ على هذه البيئة لأنها هي رئة الأرض، وأنه يساهم في التشجير ويساهم في تنظيف المحيط الخاص به. احتضنت جامعة المدية أمس ملتقى وطنيا حول البرنامج التكميلي في الطور الثالث، تم بحضور رئيسة التكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا رئيس اللجنة البيداغوجية الوطنية للمواد الأفقية ورؤساء اللجان الوطنية لكل الموارد الأفقية. التفاصيل في ميكروفون أمير باحة. مرحبا بكم في جامعة المدية في هذا الملتقى الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة التكوين في الدكتوراه حول مقياس التعليمية ومادة التعليمية. الحقيقة أنه هذا البرنامج التكويني مستمد في الحقيقة من الذي طرحه السيد وزير التعليم العالي من قرار الوزاري 14/19 المؤرخ في 24 ديسمبر 2023 الذي يحدث المقاييس الأفقية لتكوين طلبة الدكتوراه في وضعية ما تطوير القدرات الفكرية من أجل تحسين ونشر المعرفة وفهم النظام الجامعي التعليمي والبحثي بالموازاة مع الآداب والأخلاقيات الجامعية. جامعة المدية اليوم يعني مسرورة باستضافة يعني الطاقم الوزاري وكذلك الأساتذة من جامعات من داخل جامعة المدية وخارج جامعة المدية لحضور الملتقى الوطني الأول التقييمي لمادة التعليمية المخصص لتقييم عام من الدراسة لطلبة دفعة 2022-2023 في مادة التعليمية، حيث وقف يعني يقف الحضور على ما مدى تقدم يعني تدريس هذه المادة والوقوف على ما يمكن تقديمه وما الإضافة التي يمكن تقديمها من أجل يعني تقديم محتوى أكثر رجعة وخاصة للطلبة الجدد المعنيين بالمدارس الدكتوراه للعام للسنة الجامعية 2024-2025 إن شاء الله. ونحن اليوم في جامعة المدية نقوم بحصيلة لمادة التعليمية في مادة التعليمية، وإن شاء الله سيكون هناك ملتقيين آخرين لمادة الإنجليزية ومادة تكنولوجيا الإعلام والاتصال. طبعا الهدف من كل هذا هو أنه التعليمية مهمة جدا في تعميق معارف طالب الدكتوراه، خاصة من ناحية إعداد بحث أطروحة بحث الدكتوراه، وكذلك من ناحية نشر المقالات والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات إلى آخره. إذن وكانت عملية التكوين مرت يعني على أحسن ما يرام بشهادة الطلبة الذين تدخلوا في هذا الملتقى وذكروا أن هذه التعليمية هي يعني حقيقة هي مادة أفقية، وحبذا لو تدرس كمادة أساسية لأنها أعطتهم ما يلزمهم أو ما يحتاجونه في تقديم بحوثهم. إحياء لليوم العالمي للبيئة المصادف للخامس جوان من كل سنة، احتضنت دار الثقافة بولاية الشلف معرضا متنوعا ضم العديد من المشاريع المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية أو الموارد الطبيعية، حيث عرفت التظاهرة مشاركة عدة أقول هيئات رسمية ومؤسسات ناشئة ونوادي بيئية من أجل تسليط الضوء حول التحديات البيئية. عبد الفتاح فلاحي. السد الأخضر إصلاح للأرض وضمان للبيئة والأمن الغذائي هو شعار اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس جوان من كل سنة، يوم للتذكير بأهمية الحفاظ على النظام البيولوجي، وهو ما جسده هذا المعرض الذي شاركت فيه عدة مؤسسات محلية لتسليط الضوء على المبادرات المسهمة في تعزيز الوعي البيئي.
الهدف من هذا المعرض هو اولا هذه الاحتفاليه، ما الهدف تاعها هو دق ناقوس الخاطر. راكم تشوفوا ظاهره الاحتباس الحراري، ظاهره التغيرات المناخيه، ظاهره التلوث، سواء تلوث جوي ولا تلوث بحري. اذا احنا الهدف تاعنا باش نلفت انتباه المواطن، نرفع الحس البيئي، التربية هذه البيئية في وسط المجتمع تاعنا، وكذلك لنبرز المجهودات التي تبذلها الدولة في إطار محافظة على البيئة. المعرض الذي نظمته مديرية البيئة لولاية شلف تضمن مشاريع صديقة للبيئة، حيث خصص جزء كبير منها لتلك المتعلقة بمعالجة النفايات واسترجاعها. نحن كمؤسسة اقتصادية يعني حاولنا منها أنه نقصوا لي شارج تاع البلاستيك في الشوارع، ولا ريكوبيراسيون الياتوار. يعني واش راكم تشوفوا انه هذيك لا ريكوبيراسيون الياتوار الناس راهي تلايم وتفسد في الطرقان. وكان هدف تاع المشروع تاعنا تتمثل في انه يعني نستغلوا النفايات العضويه اللي تشكل عبء على الجزائر، لانه هذه النفايات العضويه دير خطر بيئي وتساهم في انتاج الغازات الدافئه. احنا درنا هذه المبادره التنمويه هذه باش نستغلوا هذه النفايات عن طريق طريقه التخمر الهوائي، وننتجوا ما يسمى بالبيوغاز ولا الغاز الحيوي، وكنتيجه فرعيه السماد العضوي، ونقصوا يعني تكلفه استيراد هذه الاسمده العضويه. ارتأت دار البيئه لولايه شلف بالتنسيق مع مديريه البيئه حول تنظيم اسبوع تحسيسي توعوي شامل العديد من الانشطه، من بينها ندوات حول استعمال الطاقات الشمسيه وكذا رسكله النفايات. تظاهرات بيئيه تؤكد على ان السد الاخضر ليس شعار فقط، بل مشروع بيئي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي معا، وهو رهان استراتيجي للدولة لتحقيق التنمية المستدامة. احتضن مسجد الرحمن بولاية الجلفة ندوة خاصة لإنجاح الحملة الخامسة لعملية جمع الجلود الأضاحي لموسم 1445-2024، حيث أشرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة مرفوقا بممثلين عن مديريات الصناعة والتجارة والبيئة، وكذا ممثلا عن مصنع الجلود، وبحضور جميع منتسبي قطاع الشؤون الدينية من أئمة ومرشدين. وتم خلال الندوة تناول عديد النقاط، منها سبل إنجاح عملية جمع جلود الأضاحي، وكذا بيان الطرق العملية والصحية السليمة للمحافظة على الجلود ونظافة المحيط. التفاصيل في ميكروفون حسين صلح. أهم مؤسسة في التنشئة الاجتماعية السليمة والصحيحة. ها نحن في خضم هذه الندوة الجامعة التي كانت بناء على تعليمات معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف المهدي، وتوجيهات السيد المحترم والي ولاية الجلفة عمار علي بن سعد للمرافقة ولإنجاح الحملة الخامسة لجمع جلود الأضاحي. وفعلا ولاية الجلفة رائدة في هذا النشاط، ونشاطها سيكون إن شاء الله معتبرا في الجمع والمشاركة للقطاعات ذات الصلة من مديرية الصناعة ومديرية التجارة وكذا مديرية البيئة وكذلك مركز جمع الجلود. تدخلاتنا كانت تتعلق بالجلود والصوف كثروة قابلة للاسترجاع، كثروة قابلة للاسترجاع، وبالرجوع إلى النصوص القانونية وخاصة المادة 6 من قانون 01/19 اللي تجعل من مادة الجلود نفاية خاصة، أي لا بد لها من معاملة خاصة، سواء من حيث الطريقة السليمة لعملية السلخ أو التخزين أو النقل وكذلك الدباغة. فالقطعة الجلدية تحتاج إلى كمية 2 كيلو من الملح، كذلك لابد من طريقة سليمة لعملية السلخ وعدم ترك ثقوب في القطعة الجلدية وكذلك قطع اللحم وعدم تعريضها إلى المياه أو المكان الرطب. استعمال النفاية الجلدية أو القطعة الجلدية استعمال حسن يوفرنا
الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاجتماعي بتوفير مناصب عمل، البعد الاقتصادي بتوفير مورد مائي، والبعد البيئي بتفادي التلوث. أما إذا أسأنا استعمالها فإنها تتحقق لنا صور أو أبعاد التلوث المائي الغذائي والهوائي. نشكر السيد المدير شؤون دينية لولاية الجلفة لأشركنا في هذه الندوة على الهامش تزامنت معالجة الجلود الأضاحي مع التسممات الغذائية، وعطينا حملنا رسالة للسادة الأئمة باه يوصلوا رسالتنا عبر المنابر من أجل صيف بدون تسممات غذائية. قمنا بهذه الحملة بالتنسيق مع الشؤون الدينية ومع ممثل الصناعة ومع ممثل البيئة ومع ممثل التجارة، عملية تحسيسية إن شاء الله لجمع جلد الأضاحي والصوف. وأن هذه الحملة تنجح أحسن من العام اللي فات، ونتداركون النقائص وإن شاء الله نتمنى نجاح لجميع المساهمين والمشاركين. نهاية الحصاد، في أمان الله.